اللي قدام حضراتكم ده هو المحاسب نابغ المهندس المدير التجاري لشركة أعمار اللي بتصنع ماكينات فريزة السي إن سي. ركزوا معاه. احنا هنا بنصنع مكن فريز، يعني انت بتعامل مع عقول كلها شغالة في الهندسة، يهمه يطلع مكنة، اما التكلفة مش هتفرق معاه، هو عايز يطلع مكنة. انت بتسيطر ازاي؟ بتحدد سعر المكنة دي ازاي؟ عايز اعرف. احنا عندنا شقين في التسعير، الجزء الانترنال اللي هي تكلفه الانتاج، انا بدفع قد ايه علشان اقدر اصنع المكنه دي، وفي الجزء بقى اللي هو الخارجي، المنافس بتاعي بيبيع بكام، طب الكاستمر بتاعي مستعد يدفع كام علشان يغامر ان هو يشتري مكنه مصري ويجرب. ساعات ممكن يبقى السولوشن بتاعي مش ان انا اسعر المكنه دي بسعر ارخص، ممكن اعمل موديل اصلا ارخص تكلفته اقل، موديل اقتصادي علشان يعرف يبنتريت الماركت، يعني يخترق الماركت ويبدا يسمع مع الناس ويعمل اسم للمكنه بتاعتنا. ممكن يبقى ساعتها اعمل مكنه بالمارك اب بتاعها اعلى، يعني نسبه الربحيه فيها اعلى عشان اقدر اعمل ار ان دي فيها، اعمل ريسيرش اند ديفلوبمنت، اعرف اطور فيها وتقدر ان هي توصل للهاي اند كاستمر بتاعي. البحث والتطوير بتصرفوا عليه قد ايه؟ في مكان الاسنان ممكن نتكلم 25% من الايراد بتاع الديبارتمنت بتاعه الاسنان بتخش في بحث وتطوير. مكنه الاسنان بتاعتنا مش بتتغير مره كل سنه، لا، الفيرجن بتاعها ممكن يتغير مرتين في السنه، يعني الكاستمر اللي اشترى مني مكنه في اول السنه لو اشترى واحده مني النهارده هيلاقي شكلها متغير وهياخد باله من التغيير، مش تغيير بس حاجه بسيطه في الفينش وفي التشغيل وفي القدره وسرعه المكنه وفي التولز اللي بتستخدمها. انا كان في الاول عندي مورد واحد بس للتولز، الكاتنج تولز اللي بنستخدمها في التفريز، دلوقتي انا عندي 3.